ونذهب إلى مركز مولاي إبراهيم حيث ينضم إلينا موفد قناة ميديا إن تي في محمد الريشي. محمد الريشي مرحبا بك في مولاي إبراهيم حيث توجد أنت، كيف هو الوضع؟ أهلا بك وأهلا بمشاهدينا الكرام. نعم، كما سبق لك الذكر، كارثة بكل المقاييس. نتواجد حاليا بمركز منطقة مولاي إبراهيم، هذه المنطقة التي تتواصل بها عملية دفن ضحايا هذه الكارثة الإنسانية. كما تلاحظون الصورة تعبر عن نفسها، المقبرة تتواجد هنا، مقبرة جديدة خاصة بالضحايا، والدمار أتى على المنطقة بكاملها. لا صوت يعلو عن صوت سيارات الإسعاف، ولا صوت يعلو عن صوت البكاء هنا والألم مجددا، لأنه هنا بالمنطقة عمليات التزويد بالمساعدات وكذلك التزويد بالأغطية فهي في مستوى جيد، لكن هناك مناطق أخرى قريبة من المركز لم تصلها هذه المساعدات، والساكنة تبيت في العراء، والكل يعلم مدى صعوبة وقساوة الظروف المناخية هنا بهذه المناطق الجبلية. للحديث أكثر حول الوضعية الحالية أو وضعية بعض المناطق المجاورة يحضر معي أحد الساكنة. محمد أهلا ومرحبا بك. شكرا، الله يجزيك بخير. إذن محمد، اشرح لنا كيفاش كيداير الوضع هنا. كنشوفوا أن صراحة كاين دمار شامل، كيفاش كنشوفوا بعض الناس اللي هما ساكنين في العراء، كيفاش هو الوضع هنا، كيفاش أنتم كتعيشوا الأجواء في هذا النهار اللي كتعتبر النهار الثاني أو الفجعة؟ إيوا، شنقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الشيء اللي وقع راه فجعة لا يرتلها. لا إله إلا الله، كما قلت لك سعود ديال الناس دابا اللي توفوا هنايا، هذه حصيلة اللي حسبنا دابا حنايا. وبالنسبة للجرحى ما محصينش، لا إله إلا الله. بغيت نهضر على بالخصوص على منطقة ديال إمليل، الله يجزيكم بخير. المنطقة ديال إمليل منطقة جبلية، طريق فيها مقطوعة، والشبكة ديال الاتصالات مقطوعة، والشبكة ديال الكهرباء حتى هو مقطوع، والناس في العراء. نعم سي محمد، لاحظنا بشكل قوي ان المغاربه يتضامنون، وان السلطات المحليه قايمه بواحد الجهد كبير من اجل تقديم المساعدات. كنلاحظوا انهم ساهرين على العمليه ديال الايواء، كنلاحظوا انه المواطنين المغاربه جاوا من مناطق اخرى مساكنة هنا، كاين تضامن كبير بالنسبه لهنايا. المناطق اللي فيها الشبكه ديال الاتصالات والشبكه ديال الكهرباء فيها الاعانات، وفيها الاعانه من السلطات المحليه، والناس يتضامنون. كنلاحظوا انه كاين واحد التضامن كبير بين الناس، اللي كنشوفوا الناس كيجيو بالمساعدات، كنشوفوا ان شاحنات كبيره ديال المساعدات كتوصل للمنطقه. الناس كيتضامنوا مع بعضياتهم، وحتى السلطات المحليه قايمين بشغلهم. ولكن كما قلت لك بغيت نهضر على منطقه ديال المليل هي بالخصوص. منطقة إمليل كنلاحظوا على أن كاين واحد الصعوبات على مستوى التضاريس، صعوبات كبيرة على مستوى التضاريس، لأنه حتى السلطات المحلية وحتى المنقذين يجدون صعوبة كبيرة باش يولجوا لهذه المناطق، لأن الجبال سقطت منها أحجار كبيرة، أحجار ضخمة، صخور. حتى نحن كفريق قناة ومراسلي قناة ميديا إن تي في صعب علينا الوصول إلى هذه المنطقة، فما بالك بالمناطق البعيدة. إذن المجهودات متواصلة وكبيرة وضخمة، تتوازى مع الحجم الكبير لهذه الخسائر. ونؤكد من جديد، حتى هذه المجهودات فهي تلاقي صعوبات كبرى على مستوى التضاريس. شكرا جزيلا لك محمد الريشي من مولاي إبراهيم.